معانا السيدة أم عادل، تتفضل. والسيدة أنت طيبة، أنا بس بتمنى على حضرتك يا حاجة أم عادل بس نوطي التلفزيون وتسمعيني من التليفون لو تكرمت. حاضر، أنا وطيت التلفزيون أهو، أنا بس أسمع حضرتك. على راسي. يبارك لك ويزيدك علم وإيمان. بركتكم يا فندم. أنا ابني بيعقني وبيكفرني وبيمسك لي السكينة. أوف. وأنا عندي 70 سنة. هو مدمن ولا حاجة؟ أيوة. وجوزته وصرفت عليه وعملت له كذا مشروع. مدمن من كام سنة يا حاجة؟ من هو دلوقتي عنده 37 سنة. مش متجوز؟ متجوز وطلق مراته وخلف منها ولدين. ما أكيد عشان الحياة اللي هو صعبة اللي هو بيعملها ده. دلوقتي بيقول لي أنت ربطاني، أنت أزياني، أنت سحراني، أنت كفرة، أنت بتعملي لي سحر. وأنا بصلي وبصوم الاثنين والخميس وعملت عمرتين وكنت شايلة قرشين عشان أروح أحج بيهم، جوزته بيهم وعملت له كذا مشروع وخسر فيه. طيب يا حاجة هو طول عمره كده بيتشكى وبيتظلم كده؟ من ساعة ما اتجوز الست دي فقرته. طيب أنا هقول لك تعملي إيه يا حاجة أم عادل، هقول لك بس اسمعيني يا حاجة أم عادل، لو ابنك بيقعد بيقول لك كده انت سحراني وانت عاملالي وانت مسويالي، ماليش دعوه بمساله السحر، لكن اذا هو حس ان انت بتتامري عليه، ابنك بسرعه محتاج ان هو يروح لطبيب نفساني. يبقى حضره النبي عليه قتلهم الله، انما شفاء العيش السؤال، المريض يتعالج. لو هو شايفك ان انت بتتامري عليه، هو محتاج ان هو يروح لطبيب وبسرعه. يبقى هو اللي حاصل دلوقتي ان ابنك محتاج طبيب نفسي، لان هو في الحقيقه اللي عنده ده ومحتاج ان حد يجلس معاه ويحلله مشكلتين ثلاثه عنده، بسبب ان هو حاسس ان هو مظلوم وان هو ضحيه وان كل الناس وقفوا قصاده ومحدش بيساعده، فهو محتاج طبيب نفسي. وما تسيبوش لنفسه، لان هو في الحقيقه ممكن يكون بيتعاطى عشان هو حاسس إن هو لما بيتعاطى بيخرج من حالة المظلومية ومن حالة إن هو كل الناس واقفين ضده. فعشان كده هو محتاج طبيب نفسي بأسرع وقت ممكن يا حاج معادل.